ما يقولش هطا نخدم، ما يقولش هطا تحسن الوضعيه خير، ما يقولش تاني مشو نكرم مع بعضنا وابعد وانت سبب المشاكل معناها اخوات وهو مازال هكاك. وانت ايش دخلني نجبت في العباد؟ ايش بدك؟ ايش نوا تجبت في العباد يا هادي؟ المره الاخرى اختك جيت تكلم فيها على ايناش. ايش عندي فيها؟ قلت لك ما تذكر لي حد. اش كلمتك انا؟ قلت لك ما تذكر لي حد. شنو؟ قلت لك ما تذكرنيش حتى حد، اذكرني انا. اي باهي تصرف معاي. اسمعني اسمعني باهي. شنو هي الحكايه انت باش انت؟ لحظه خل نكلمك. مازلت لحظه هي. تقصى لحظه عملتها تو انت. لحظه انت توك كي باش ترجع فيها مش ترجع فيها نسكنوا مع دارك يمكن ما قبل راهو. ماني قلت لك ليه؟ شنو مش قلت لي هادي الكراء ما نكريش؟ مش قلت لي الكراء انسيه ما انسي ما تحكي الكراء؟ ما انا قابلتك انا هالمندة. لا ديما لا لا ديما تقول فيها ديما تقول فيها. قداش عندها؟ اربع سنين نقول لك فيها. اربع سنين ديما تقول فيها ديما تقول فيها تقول لي الكراء. يا زهرة تبدلت الامور بشويتين الراجل هاو برخصته توا. سي علي فاش تبدلت الامور؟ يخدم هذاك هو الهادي بيني. يا هادي قول كلمة حلوة يا هادي. الكلمة حلوة قلتها انا، قلت راهي باهية وكذا وبنت بلاد. انت قلت لك هكا ولا سي علاء؟ قال يا مدام مدام تو انت نضرب فيها بس للشر والله يا سي علاء. يا هادي يا هادي لحظة، الرجل هذا حاجتك به ولا؟ قل لي ايه ولا صحيح يرحم بوك. استنى صحيح اسقيق اصحيح طبعا. وقالت لي راهو تلاقيك بالتراضي من بعد دارت عليا تبكي قدام القاضية. لحظة انا نعطي في 80 دينار. يا هادي ما تشربكيش بشوية يا بنتي. كلم فيك بحسنة ولا بمعروف يرحم بوك. وش نعرس على روحي برجولية؟ ها سمعي الكلمة الأولى باهية والأخرى حلوة. ما تفهموش يا هادي. من الأخر قال لك هكا؟ من الأخر من الأخر مدام حاجتك بيها. أنا استدعيتك لنا اش باش تحط تحط. باهي دقيقة بركة يا هادي نغسلوا رواحنا يا هادي. أنا حاجتك لحظة لحظة، المرأة هذه حاجتك بها ولا؟ تو عاد أنا لكان هي عطتني بالفريقوية ما عادش يبرد أنا في الحديقة. استنى لحظة باهي لحظة فريقو ما عادش يبرد. شنو الحكاية؟ لحظة باهي سؤالي ليك يا هادي، حاجتك بها المرأة هذه وإلا لا؟ تي أنا على استدعيتها لنا. قل لي إيه وإلا لا؟ استدعيتها لنا ليش؟ أنت حاجتك بها إيه وإلا لا؟ تو ولت والله سي علاء مخورت انا. تسمع فيا انت اللي جايبني لهنا ولا لا؟ انت على خاطرك في الرشارش على خاطر عام نفقه. انا قلت لك نسقط لك فيها النفقه يا خوي ونطلقوا بالتراضي. ها هكا ولا لا؟ هكا انت مش جبتني معناها محبه فيا ولا جبتني حسنت وضعيتك ولا جبتني قلت يا مدام هاني وليت نخدم ولا جبتني قلت لي فما معناها مش كيما مش كيما قبل كيما لا مدام هو والله بالحق لا قال لي لا حب رجع مرتي. أنا بس علاش قلت لك الكلام هذا؟ لا لا قال لي الحب نرجع مرتي يا مدام. لا 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 الحق نتاع لا والله قال هك. من علاش جاو؟ خاطر صاي تخنق لهنا ما عادش فيه، ما عادش ينجم، ما عندوش فلوس، ما عندوش باش يخلص النفقة، ما هوش يخدم. أنا جيتك على النفقة قدام العباد. أنا جيتك على النفقة لنا باش تخلص. أنت ديما تعرض في راجل أختي تقول له كلمها قول لها تنحي لي النفقة ولا تنشلطها في وجهها ولا تنحرج فيها شكون؟ لا حرام عليك. لا لا والله حرام. ما تسمعش كلمات الناس. والله يا حرام. اما باهي ريتها سي علاء. يا سي علاء نعم سكر لي برنامج هكا هو. لا النفقه مخلصها لك انا كتاخو انت النفقه وكلام ما نقولوش انا. انا وحدي تو نستدعى بلاصه واحده. تحكم فيا زاده سي علاء وفيها هكا هو. شنو هو كلام ما تقولوش؟ توصيل عندي وخالص انا النفقه. انا قلت الراجل اختك راهو شلطها وانت قلتها لي ليا انا حتى اللي كنت قلتها لي زاده. ايه قلتها لي قداش مره تقولها لي؟ برسمكم تفرجوا فيه خاطر تفرجوا فيها في حلقه اخرى بوثائق نتاع ريتها نتاع عاشه نتاع دوله عاد هذا سبيطار تتفرجوا ايه انا ريتها انا نقص صبعي انا ندلس كلامي مدلس انا جانا للصحيح تتفرجوا فيها